مشاهدي تونسنا، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مجلتكم الأسبوعية الاقتصادية الإكسبرت. ثم نوايا استثمار كبيرة، هذا يعطي حوافز للاقتصاد التونسي. يا فالفور في تونس، راهو ما عندكم شيء، راهو نحن عندنا نفس المشروع نقوموا به في نيجيريا، راهو معناتها سي حاجة أخرى، معناتها راهو أنتم في تونس يلزمكم شوية تكونوا معناتها متفائلين. تكون أن تونس في الظروف اللي هي فيها ولسه طلع من ظرف صعب بتتكلم على 2 و3%، انا اظن ده المفروض يكون مجال فخر. الوظيفه العموميه ما عادش تنجم تشغل اكثر من طاقتها. ممكن بالازمه اللي نعيشوا فيها نخرجوا اكبر، معناها تونس تكبر، معناها بعد ما تعيش ازمه وعشناها في الماضي. ضيفنا في الهاتف سي جون بيير كاباش. جون بيير كاباش بيان سور غني عن التعريف. Heureusement qu'il est là. Que Dieu le garde. Et entre nous, j'ignore si Dieu a un grand rôle, mais que Caïd et ses petits se ménagent pour incarner encore longtemps les couleurs de la Tunisie. Kun kun jamila, tara el wujoud jamila. Ahna, ilzemna nraou bladna jamila, w nraou annou anna el kafaat, w ilzem ikoun anna koul mqawamat el istithmar hatta nanjah, w bittali يزينا من التشاؤم. برنامج الإكسبير يجيكم كل نهار أحد 7 متاع العشية على قناتكم تونسنا.